الموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا معايا اليوم غادي نشارك معكم كما قولتكم مناسبه عيد المولد النبوي واحد الشهيوه مخزانيه من دار المخزن. الشهيوه اللي كتجي غزاله بزاف ديال النهار الكبير ديال المناسبات الاعياد الدينيه وحتى الحفلات في الاعراس. حصريا على القناه عندي والاول مره في اليوتيوب غادي نشارك معكم الارنب معسل بالتشين او لا بالبرتقال كونفي كيكون معسل على الطيبه ديال الملح والحلو. طريقه طياب جديده ومغايره على اللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي ولا على اليوتيوب. مكونات طريقه التحضير ديال هاد القطع ديال التشين او الليمون او البرتقال كله كيسميه على حسب المناطق المغربيه. كتشوفوه كيجي رائع كاراميليزي كونفي عنده بزاف ديال الاستعمالات. قدمت لكم في هذا الفيديو اليوم جوج ديال الوصفات، وصفه تحضير هذا التشين او البرتقال كونفي معسل مرافقه الاطباق المغربيه. كيجي غزال بزاف لذيذ وكيصبر مده طويله، يقدر يجلس لكم حتى العام بلا ثلاجه بلا والو. كما كتشوفوا كيجي غزال بزاف. او الارنب او اللقنيه اللي كتشوفوها كتجي هكا محمره، كتجي اللون ديالها احمر ومذهب رائعه لذيذه بزاف مع الضغميره ديالها كتبان لكم خاطره. الوصفه ديال اليوم كنتمنى انكم تجربوها لانها صراحه توب. يعني شاركت معكم شي حاجه اللي ما دايرهاش، شي حاجه ديال النخوه، شي حاجه ديال النهار الكبير. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها في قنيه معسله بالتشين كونفي هي التشين او البرتقال. غادي ناخذ هذا التشين هذا غادي ندوز باش نعسلو. عندي هنايا تقريبا 750 غرام ديال التشين، غادي ناخذهم غادي نحيد لهم الراس الفوقاني والتحتاني. التشين ضروري تغسلوه، هنا نقيتو هنايا بالملحه والخل عقمتو مليح. غادي نقسم كل حبه على ربعه، وكل ربع من هاد الطريفات هادو غنحيد له هاد اللوب اللي كيكون هكذا ابيض، ولا فيه شي علف حتى هو غادي نحيدو بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنقلي الليمون بهذا الشكل هذا كتشوفوا زدت عليه الماء، كنغطيه بالماء وغادي نديرو فوق البوطه. غادي ناخذ هذا التشين بالماء ديالو غادي نديرو فوق البوطه حتى كطلع فيه الغليه. ملي كيغلى كنصفيه وكنعاود ندير عليه ماء جديد عاود من الروبيني ونردو فوق النار حتى كيغلى، ونعاود نصفيه ونعاود المره الثالثه ندير فيه الماء ونردو فوق البوطه كيغلى. من يغلى نعاود ثاني نصفيه. هاد العمليه كتدار ثلاثه المرات، كتغليو التشين وكتصفيو ثلاثه ديال المرات عاد غادي دوزو العمليه التعسال. بالنسبه لهاد التشين هذا كما قلت لكم 750 غرام، غادي نزيد عليه حبه ديال السيترون. غادي ناخذ السيترون بنفس الطريقه باش قطعت التشين غادي نقطع الحامض بهذه الطريقه، وغادي نزيدو على هذا الليمون حتى هو يغلى معاه. السيترون اولا الحامض مع التشين كيعطي واحد المذاق زوين، كيقاد المذاق كيقاد النسبه ديال الحموضه مع الحلاوه. فمن الاحسن تزيدو هاد الطريفات ديال الحامض، منها كيقد تينسمو كيقدو المذاق، ومنها تقدروا تخدموا بهم في الحلوى لي طارت. فهاد المرحله ملي كيوجد ليا الليمون انا غادي نبقى نصفيه ونعاود نرد له الماء ثلاثه المرات باش ما نطولش عليكم لا فيديو. غادي ندوز باش نوجد الارنب. عندي هنا حبه ديال الارنب او لا قنيه اللي توفر عندكم، هي الارنب ديال الغابه، هي قنيه البلديه او الروميه ماشي مشكل. بالنسبه للتبزيره غادي نحتاج عندي هنا شويه ديال الزعفران شعره،
معلقه صغيره ديال القهوه ديال السمن الحار، نص معلقه صغيره مخلطه ما بين اربع ديال البزار البيض وربع ديال البزار الكحل. عندي نص معلقه صغيره ديال التبزره ديال المروزيه اولا توابل ديال المروزيه. عندي جوج معالق صغار ديال القهوه ديال سكنجبير بلدي مطحون، ومعلقه ونص ديال القهوه ديال الخرقوم بلدي حتى هو مطحون، وعندي من 4 حتى لخمسة الحبات ديال المسكه الحره. غادي ندير هاد التوابل كلهم مع بعضياتهم في واحد فريسيبيون فشي حاجه فاش تخلطوا. غادي نزيد عليهم جوج عويدات ديال القرفه. وبالنسبه للضامه الا بغيتوا تخدموا بها، انا واخا درت الزعفران شعره غادي نخدم بضامه وحده ديال الزعفران غادي نزيدها، وضامه ديال البقري ماشي ديال الدجاج. حاولوا تخدموا بالضامه ديال البقري كتكون بنينه والمذاق ديالها كيكون زوين اكثر من ديال الدجاج. هاد الضامات باش يذوبوا دغيا غادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه، وجوج دروس ديال الثومه، جوج دراس ديال الثومه كبار محكوكين. وغادي نحل هاد التوابل هادو بنسكاس ديال العصير ديال التشين اولا بنسكاس ديال العصير ديال البرتقال. غادي نحرك مليح هاد العطريه هادي باش كتنسجم مع بعضياتها، وغادي ندوز نقطع هاد القنيه باش نشرملها في التوابل. غادي ندوز دابا باش نبدا نشرمل هاد الارنب. الا لاحظتوا ما درتش الملحه، درت بحساب السمن الحار كيكون مالح، والضويمات بجوجهم كيكونوا مالحين. حاجه مهمه في الطياب ديال الارنب اولا قنيه، الناس اللي كيطيبوا قنيه بالراس ديالها من الاحسن تحيدوا لها العينين ديالها قبل ما تطيبوها باش ما يطرطقوش لكم في الطياب. ملي الا طرطقوا في الطياب بلا ما تاكلوا هذيك القنيه بلاش منها، حيت كيجي المذاق ديالها مار وما كتجيش مليحه. من بعد ما رقدت هاد القنيه غادي ندوز حيت صفيت التشين المره الثالثه، غادي ندوز باش نبدا التعسال ديالو. بالنسبه للقنيه غادي نخليها غير نسالي التشين وندوز ليها، ما خصهاش ترقد بزاف. قنيه ما خصهاش ترقد، قنيه اصلا المذاق ديالها واللحم ديالها بنين. الا نتوما درتو ليها التوابل ورقدتوها في العطريه وخليتوها ساعه ولا ساعتين ولا ليله كامله في الثلاجه وغدا عاد طيبتوها، التوابل كيقهروا اولا كيطيروا داك المذاق ديال القنيه، ما كيبقاش فيها المذاق ديالها. كتجي ملي تكونوا كتاكلوا فيها بحال كتاكلوا اللحم ديال الدجاج، ما باقيش كي المذاق ديالها كطغى عليه النكهه ديال التوابل. غادي نخلي هذا اللحم على جنب وندوز للتشين. التشين هنا من بعد ما صفيته المره الثالثه غادي نزيد عليه 750 غرام ديال السكر سنيده، يعني قد الكميه ديال التشين قد الكميه ديال السكر. وغادي نزيد عليه يطرو ديال الماء. من بعد ما زدت الماء غادي نشعل العافيه على التشين، وغادي نخليه حتى كطلع فيه الغليه. بمجرد ما كطلع فيه الغليه نقصوا البوطه على الحد ديالها، خليوه كيتعسل على الفتيله. مره مره حيدوا واحد الرغوه غادي تطلع في الوجه ديال المرميطه، حيدوها ثم طلعت حيدوها وخليوه كيتعسل. كياخذ ما بين ساعتين ثلاثه د السوايع حتى لاربعه د السوايع على حسب نوعيه التشين باش نتوما خدامين، واش طيب مليح واش باقي قصاح. الا كان التشين من نوعيه ممتازه وفيه الماء ورطب ما كياخذش بزاف ديال الوقت. غادي ندوز نيشان باش نصب الارنب، ما خليتهاش كما قلت لكم رقدات الشرموله. غادي ندير جوج معلقات كبار ديال السمن مذوب في الكوكوت، غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نزيد عليهم حبه ديال البصله مشلضه مليح، مشلضه رقيقه. راس ديال البصله يكون متوسط، ما يكون صغير ما يكون كبير. غادي نحرك مليح هاد البصله ونخليها كتقلى حتى كتهبط وكتحسوا بها بدات كتحمر. من بعد ما بدات كتحمر البصله غادي نبدا كنضيف هاد طريفات ديال القنيه. بالنسبه لليدام تقدروا تزيدوا لدام الا بغيتوا، انا درت هنا جوج معالق كبار ديال السمن مع معلقه كبيره عامره ديال الزبده. تقدروا ديروا حتى جوج معالق كبار ديال الزبده.
باش ما تيدمات، وهاد قنيه كان فيها لدم زايد باش ما كتجي بنينه، حيت قنيه ما فيهاش حمال، الحمامه ما يدماش بزاف باش ما تجيكمش يابسه زعما شويه لدم. نقلي مليح هاد قنيه. وكما كنقول ديما الطياب اللي كيكون على الماء، على الطيبه ديال الملح والحلو، ما عمركم ديروا فيه زيت زيتون او الزيت البلديه. زيت العود ما كدارش في الماكله المغربيه اللي كتكون على المذاق ديال الملح والحلو. من الاحسن خدموا خليط ما بين الزبده والسمن المذوب اللي هو السمن الحلو، والا عندكم زيت ارغان تقدروا تخدموا بها. ملي بدات كتشحر قنيه غادي نزيد عليها هذيك الكبده ديالها. الكبده ديال القنيه خديتها وسلقتها شويه ديال الماء والخل والملحه باش تحيد منها هذيك الزفوره وهذاك الدم اللي كيكون فيها. ملي كتسلق كاع داك الدم اللي كيكون في داك العروق اللي كيكون لداخل كيخرج كتنقى الكبده عاد ديك الساعه تقدروا تزيدوها مع النصيب. من بعد ما تشحرات الارنب وتعلكات في هذيك التشحيره ديالها وديك البصله كلها تعسلات، غادي دابا ندوز المرق. خديت هذيك الزلافه اللي كنت مرقده فيها القنيه، بقات فيها هذيك التبزيره وكاع دوك التوابل، زدت عليها الماء طايب وهي باش غادي نبلل. حاولوا ما تكثروش الماء في الكوكوت، حيت الكوكوت دغيا كطيب القنيه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. غادي نسد دابا الكوكوت نخليها كطيب. هنا التشين من بعد ما دوز ساعتين وهو كيتعسل، غادي نوريكم الشكل ديالو كي كيولي. هو باقي ما طابش مليح، باقي ما كملش تعسان مليح، كيولي بهذا الشكل هذا، باقي خاصو الطياب. غادي ندوز دابا باش نضيف عليه المنكهات باش غادي نكهو. غادي نزيد عليه شويه ديال القشره ديال التشين اولا البرتقال، تقريبا واحد 6 الحبات ديال القرنفل وجوج عويدات ديال القرفه البلديه. غادي نخلط مليح هاد المنكهات مع الخليط ونخليه كيكمل التعسال ديالو حتى كيوجد. التشين من بعد ما كيبدا يتعسل دابا بدا كيدخلوا الطياب مليح، كيولي بهذا الشكل هكذا وكيبدا كيتغلق له اللون ديالو. غادي نوريكم قطع ديال الحامض حتى هي. في هذه المرحله هذه ملي كيبداو القطع ديال التشين يتغير لهم اللون ديالهم وكيبداو كيوليو هكذا قهويين، غادي نزيد على الخليط نص كاس وافي ديال العنبه ديال العصير ديال التشين اولا العصير ديال البرتقال. تقدروا ديروا حتى الكاس لاروب ماشي مشكل. وغادي نخليه يكمل الطياب ديالو حتى كيوقف هذاك العسل. الارنب اولا القنيه من بعد ما طابت تاكدوا انها طابت مليح. انا عندي هنا طابت اللحم ديال القنيه دخلوا الطياب. غادي ناخذ هاد القطع ديال القنيه وغادي نحمرهم في الفران. طلعن بي التشين معسل وجد. في هذه المرحله ملي كيكمل التعسل ديالو كيتبان لكم هاد الرغوه طالعه هكذا. ملي تبان لكم الرغوه كثرات بزاف ما بقاوش الطريفات ديال التشين كيبانوا لكم بكثرت هذيك الرغوه اللي كتطلع، عرفوا انه وجد. غنوريكم هنا كيجي هكذا كيولي اللون ديالو ذهبي مغلوق محمر ومعسل مليح. كتشوفوا القشره غادي نخلي هذا التشين هذا في هذا السيرو ديالو. انا صوبت اليوم كميه شويه كثيره على الكميه اللي غادي نحتاج للطبق ديال القنيه معسله، كنصوبو بهذه الكميه هذه شويه بزايد وكنخليه في قرعه ديال الدجاج كتكون معقمه ونقيه، كنخليه حتى كيبرد تماما، تقدروا تخليوه حتى لغد ليه كيبرد مليح. عاد كديروه في قرعه ديال الزاج كتسدوه مليح وكتخليوه عندكم. تقدروا تخليوه برا، تقدروا تخليوه في الثلاجه نتوما واللي حبيتو. وقت ما بغيتو طيبوا شي شهيوه هكذا طبق مغربي على الطيبه ديال الملح والحلو، اولا بتصوبوا طورطه اولا حلوه فيها هاد التشين كونفي اولا الليمون معسل،
تقدروا تخدموا بها كيرافق الاطباق المغربيه كتزيين وكمذاق، وتنكهوا به كذلك الحلويات لي كريم لي ديسير. شخصيا غادي ناخذ القياس باش غادي نخضر ونزين الطبق ديال اليوم، واللي بقى غادي نخليه حتى كيبرد مليح، غادي نديرو في قرعه ديال الدجاج ونحتفظ به حتى نعاود نصوب به حاجه اخرى. غادي ندوز باش نحمر القنيه في الفران، صفتها هنا في اللاطه كما كتشوفوا. غادي ندوز باش ندهنها الوجه ديالها بواحد الخليط اللي غيخليها كتجي محمره واللون ديالها مذهب وزوين. غادي نحتاج شويه ديال الزبده، عندي هنايا شويه ديال الزبده ماشي بزاف، غادي نزيد عليه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال السيرو ديال التعسل دلتشين وهو سخون. غادي نزيد منه واحد المعلقه على هاد الزبده، غادي نحرك المكونات حتى كيذوبوا وندهن بهم قنيه قبل ما ندخلها تحمر في الفران. غادي ندخل القنيه للفران. في هذا الاثناء انا خليت هذاك الهرغه ولا المرق ديالها هذيك الضغميره ديالها حتى كتنشف من الماء. طبق قنيه بالتشين معسل كيجي هكذا. شخصيا كنزينو بانصاص ديال التشين كنقطعو باش ما يجيش الشكل ديالو كبير، مع شويه ديال اللب ديال التشين كناخذ التشين كنقشرو كنحيد له غير اللب ديالو كنزين به حتى هو، مع شويه ديال اللوز ايفيلي محمر في الفران وشويه ديال الورد البلدي مع وريقات ديال الذهب. طبق هما طبق ديال النخوة ديال النهار الكبير، مناسبات الأعياد، إلا جي عندكم شي ضيف عزيز والمناسبات كيدار حتى في الأعراس، من بين أفخم الأطباق في المطبخ الملكي العلوي في الكوزينة ديال القصر. كيتعتبر طبق رويال، كي ياخذكم لعالم اخر من غير داك المذاق ديال القنيه اللي كطيب مالحه او لا قنيه بالبصله والزبيب، هذاك مذاق اخر، بنه اخرى، لذه اخرى. متاكدين الا جربتوا هذا الطبق هذا غادي ينال الاعجاب ديالكم، وغادي تعتمدوه كطبق ديال تحضير قنيه. كتشوفوا اللحم ديال القنيه كيجي مذهب واللون ديالو محمر كيجي بنين بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار في التعاليق. ما بقى لي نقول لكم الصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه ديال القنيه بالتشين معسل ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا شكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا على التعاليق الزوينه. ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقى بكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جاي في وصفه جديده مع طبق اخر تقليدي مخزاني من المطبخ الملكي بمناسبه عيد المولد النبوي. على بروشين، تشاو.